نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع بيمس يعني كل بيت وكل أسرة، لأنه مرضى الضغط العالي في كل أسرة تقريبا في حقنة بيتم تطويرها، باحثين أمريكيين بيشتغلوا عليها. الحقنة دي تتاخد كل 6 شهور للناس اللي عندها ضغط عالي، وتقريبا إنها محققة نجاح يعني كبير، والتجارب الأولية ليها بتقول إنه حقنة واحدة كل 6 شهور تكفي لإن إحنا نحافظ على مستوى ضغط منضبط. وعايزين نعرف بقى إيه التفاصيل، وإزاي الدواء ده تم تطويره، وهيكون موجود إمتى، ويعني هيتوفر، شركات الأدوية ابتدوا يشتغلوا عليه، إيه اللي بيحصل. خلينا نفهم بالتفصيل من المتخصصين. معانا دلوقتي عبر الهاتف دكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب السابق. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني إيه الحقنة الجديدة الخاصة بمرضى الضغط، وإيه الفرق اللي هتعمله، وهتكون متوفرة إمتى، وأخبار التجارب بتاعتها إيه؟ دكتور جمال حضرتك سامعني؟ طيب، الحقيقة إنه أي حديث عن يعني علاج جديد سواء للأورام، لمرضى السكر، لمرضى الضغط، بيحمل الكثير من الأمل، لأنه أكيد حضراتكم طبعا عارفين اللي عنده ضغط ده بياخد دواء تقريبا بشكل يومي، لكن مسألة إنه يكون في يعني حقنة بتتاخد كل 6 شهور ده طفرة كبيرة جدا. لو تحققت هيكون الموضوع هايل. خلينا نرجع لدكتور جمال. معانا دلوقتي على التليفون دكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب السابق. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، والحقنة الجديدة الخاصة بمرضى الضغط وتفاصيل هذا العلاج. مساء الخير، وتمنياتي لقلوب المصريين والعرب والإنسانية كلها تكون بصحة وسلام وخير وعافيه. امين يا دكتور، اللهم امين. حضرتك قلتي ضغط الدم المرتفع ده بيمس كل بيت، كلام حضرتك صح. واحنا في المبادره الرئاسيه لقينا ان حوالي 25% من المصريين البالغين عندهم ضغط الدم مرتفع، يعني كل 4 في واحد عنده ضغط الدم مرتفع. وفي القاهره والعاصمه الكبرى والعواصم الحضريه ممكن النسبه ترتفع الى 30%. ده ليه اسباب يعني يا دكتور؟ كل 3. طبعا الشد العصبي والزحمه والتلوث والتوتر وايقاع الحياه وضغوطات الحياه واستعدادات وراثيه ونقص الرياضه والتدخين وعدم ممارسه الرياضه بانتظام، كل ده ممكن يؤدي الى ضغط الدم المرتفع بالاضافه الى الاستعداد الوراثي طبعا. فضغط الدم القاتل الصامت، لذلك احنا لازم نكافحه، لازم نكتشفه مبكرا، ان احنا لو ظبطناه بنحمي القلب وبنحمي المخ وبنحمي الكلى، نسبة عالية جدا من أمراض الفشل الكلوي نتيجة ضغط الدم المرتفع اللي محدش مشخصه. القاتل الصامت ده يا دكتور كلام يخوف، أنا إزاي أعرف إن أنا إزاي أعرف إن أنا ممكن أكون معرض لضغط الدم القاتل الصامت؟ اللي عنده تاريخ عائلي مثلا الوالد والوالدة بياخدوا أدوية ضغط، طلعت لقيت والدي ووالدتي بياخدوا أدوية ضغط، لازم من سن الـ20 أبدأ أقيس الضغط بتاعي على الأقل مرة كل 2 3 شهور. ولو لقيت الضغط عالي مش لازم بالتبعية هبدأ علاج ضغط من أول لحظة، ممكن أبدأ أغير نمط حياتي، أقلل الملح، أقلل المخللات، اقلل الانفعالات، اخلي نفسي هادي، ابتعد عن السجاير، ابدا امارس رياضه، اظبط وزني، كل الحاجات دي ممكن تساعد في ضبط الضغط. ليه العلماء لجوا الى بقى ادويه مثلا تتاخد مره او مرتين في السنه؟ الحاله التقنيه دي هتبقى هي فعلا الصيحه في المستقبل القريب في كل الحاجات. يعني في الكوليسترول هتبقى برضه ان شاء الله العمليه هتنتهي، بدل ما اخد حبايه وحبايتين في اليوم الى حقنه كل 6 شهور ويمكن سنه. السكر حتى من النوع الاول كنت لسه اقول لحضرتك يا دكتور على غرار حقن السكر. السكر والكوليسترول والضغط اهوت، وفي حاجات تانية كتير، الدهون، هتبقى كل الحاجات تقريبا. واللي فتح الباب هي تقنيه اللي هو الار ان اي، الحاجات بتتفاعل مع الجين فبتمنع ممارسه بعض الانزيمات او شغل بعض الانزيمات، مثلا زي في حاله الضغط اللي هو انجيوتنسينوجين ده بيتكون في الكبد، هو الحقنه دي هتوقف نشاطه عن طريق رساله بنحرك فيها الار ان اي اللي موجود في الخليه، يدي سيجنالز يمنع نشاط هذا الانزيم لمده مثلا 6 شهور، وبعد كده ياخد الحقنه الثانيه. اعتقد قدام هتبقى مره في السنه، وقدام هيبقى زي فاكسين ممكن يتاخد مره كل فتره طويله. واعتقد اديتنج او جين او جينوم، دي بقى الصيحه الكبيره، ان هو بقى عارف مثلا من الولاده بعد الولاده ان الشخص ده ممكن يبقى مريض ضغط في المستقبل، نبدا نغير في الجين بتاعه، وده هيحصل ان شاء الله قريبا ايضا. لكن قلت لكم من العلم اللي قليلا، وكل شويه ربنا بيوارب البوابه شويه، بيفتح لنا ابواب العلوم والمعرفه.
وبعد ما كان الواحد بياخد دوايين وثلاثه واربعه في اليوم صحيح. واقراصه وضغطه مش مظبوط، هتبقى شك ابره بس كل 6 شهور عشان ما يقولش نسيت الدواء امبارح، اصل ممل انا زهقت من الدواء. هيعافينا من حاجه اسمها الكومبلاينس، يعني دي مشكله بتقابلنا في الاعراض اللي هي بتطول شويه زي الضغط والسكر. يعني يا دكتور، مريض السكر اللي كان بيحقن نفسه مره ومرتين يوميا لما يتحقن كل شهر اكيد اسهل له. الاطفال الواحد بيبقى تعبان عشانهم قوي، كل شويه يتشكشك ومره تيجي مرتين في اليوم، دي تبقى شكه واحده وممكن شكه كل سنه، يعني في الاول هتبقى كل 6 شهور واعتقد في السوق هتبقى كل سنه. حضرتك بتقولي انت هتبقى في الاسواق يمكن ان شاء الله في خلال سنه او اثنين، لان هو برضو الحاجات النتائج الاولانيه كانت مبشره جدا، والتقنيه دي تم تجربتها في الفاكسينز بتاع خلي بالك اللي استفدناه من كوفيد مضاره النافعه، تقنيه الار ان ايه الفاكسينز اللي اتعملت بالار ان ايه. انا ساعتها حتى قلت ده فتح مبين، هو انك تدخل تدي رساله للخلايا تطلع بروتينات معينه، توقف حاجات معينه او تنشط حاجات معينه. دي ظهرت مع كورونا مع كوفيد، الوجه المفيد بقى من كوفيد، عرفنا هذه التقنيه وده احنا بدانا نطبقها على الامراض المزمنه اللي معذبانا بالشكشكه وبالاعراس اللي هي كل يوم وبنزهق منها ممله ومؤلمه للاطفال. فان شاء الله دي تبقى فتح مبين في علاج ضغط الدم ومثيلاتها بقى في السكر والكوليسترول والامراض المزمنه. دكتور، هل في من النتائج الاوليه مثلا فئات معينه مش هيبقى مسموح لها تاخد الحقن دي؟ هي بص حضرتك بعد تطوير الحقنه بقى بنبدا نتابع، يمكن فيز 1 بيبقى لسه، لما نوصل بقى لفيز 2 وفيز 3 هنبدا بقى نشوف الاعراض الجانبيه الكبيره بتاعتها ومين ممكن اللي يستثنى. لكن طبعا هي هتبقى مش في السيفير هايبرتنشن، يعني هتبقى برضه في الضغط العالي المزمن الجامد قوي، هتبقى برضه اللي هو جه متاخر. ودي برضه نرجع لكلمه حضرتك الاكتشاف المبكر، نعرف ان انا مريض ضغط وما استناش لما تظهر الاعراض، فتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط، اعرف رقمك. الارقام الحيويه دي بتاثر على حياتك وبتمس مستقبلك الحقيقي. الارقام الحيويه دي اللي هي ايه يا دكتور؟ عشان دي فرصه ان حضرتك يعني معانا في نوعي الناس. ضغط الدم مثلا تبقى عارف، والضغط ده رقم من بسط ومقام، يعني ما ينفعش تقول لي الضغط 120 كام على كام؟ كام على كام؟ بسط ومقام. المثالي 120 على 70. الامريكاني يقول لك من اول 140 على 80 لا ابدا استنى بقى انت من الضغط. الاوروبيين يمكن مزودينها شويه يقول لك 150 90. واحنا كمصريين ايه بقى بنقول ايه؟ انا اميل الى التعريف الاوروبي 150 على 90 ابدا بقى ايه ممكن افكر في الادويه. لكن من 140 على 80 اقول له لا استنى يا حبيبي انت وزنك جاد شويه، يعني سمنه البط كرشك زايد، انت بتاكل مخللات ميه كتير، انت منفعل طول الوقت، انت بتدخن سيجاره من سيجاره، هدي نفسك بطل السجاير اتحرك شويه خس، يعني غير الجو اللي انت عايش فيه كل اسبوع او اسبوعين، ما عندكش رفاهيه ان شاليه في الساحل او السخنه، روح بلدك يا اخي وتمشى في الخضره شويه. الحاجات دي كلها ممكن تعمل كنترول وتحكم في الضغط في المراحل الاولى. لو ما حصلش ضبط بقى هنضطر ناخد قرص ضغط مرحليا لغايه ما الحقنه دي تيجي، هتبقى كل 6 شهور ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب السابق، شكرا جزيلا يا دكتور على وجود حضرتك معنا.